يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اعتاد بعض الناس إخراج كميات من التمر بعد صلاة فجر يوم عيد الفطر ووضعها في المساجد أو المصليات ليأكلها المصلون في ذاك اليوم، فما حكم هذا العمل؟ لا أصل لهذا، هذا لا أصل له، ولم يكن من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عمل أصحابه. الرسول أكل تمرات عليه الصلاة والسلام قبل أن يخرج، أكلها في بيته، الذي يريد السنة يأكل التمرات في بيته ولا يجعلها في المسجد. المسجد ما هو محل أكل ولا هو مطعم، المسجد إنما هو للصلاة وذكر الله والتكبير، ما هو مطعم. نعم.